رغم اعتراف التاريخ العربي والإسلامي بشخصيات إنسانية سطرن أسماءهن في سجل البطولات وشاركن الرجال جنبا إلى جنب في بعض المعارك والغزوات، يميل بعض الناس إلى الاعتقاد بفكرة سائدة ومغلوطة تنأى بالمرأة عن رياضة الفروسية، وذلك نتيجة ثقافة العيب غير المنصفة أو خوف مجتمعي غير مبرر على الفتاة من ركوب الخيل. إلا أن ثلة من الفارسات الإماراتيات بدبي اتخذن قرارا جماعيا بشطب عبارة للرجال فقط من قاموس الفروسية على الأقل في دولة الإمارات العربية المتحدة. محمد العزب لديه التفاصيل. إذا أضيفت الأنامل الناعمة إلى اللجام الوردي فالناتج عربيانا أول فريق فروسية نسائي في دولة الإمارات، تأسس منذ عامين من 6 فارسات هاويات إماراتيات، وفي منطقة سيح السلم بدبي اتخذن من إسطبلات الجياد هذه ناديا افتراضيا لهن يقصدنه في الصباح الباكر، فتجر كل واحدة منهن فرسها أو حصانها إلى الخارج وتحت أشعة الشمس تمشط برفق غرته وتجدل بدقة ذيلة وتدهن ناصيته بزيوت خاصة أو ترش جسمه بالمعقم البيطري، ثم تتأكد مع سائس الخيل من سلامة الحافر وخلو حذوته من الشوائب، ولا تنسى الجانب النفسي فتهمس في أذن صديقها المدلل للتحقق من مزاجه، وي أو بعد هذا كله تجرؤ على التذمر، وأخيرا تسرجه وبسم الله تمتطي صهوته. لكن قبل بلوغ الفتاة هذا المستوى من رياضة الفروسية، لابد أنها تعلمت في طفولتها كيف إذا كبى بها الفرس تنهض واقفة، وإن بكت قليلا فسيواسيها صهيل حنون يعيدها إلى المضمار. كنا نحن 6 بنات مؤسسات للفريق، كنا دائما نسير مركز الإمارات للفروسية في نادي الشبه مع بعض، وبعدين في مرة من المرات قررنا ان احنا نسوي فكرة الفريق عشان يعني نكون مجموعة نشجع بعض وشي. يوم اقفز، يوم انا فوق الحاجز احس ان انا والخيل بس، والعالم كله استوالتي وفوز كله توقف وانا بس انا والخيل، ما احس لا بحزن ولا بسعادة، شي احساس غريب ما اقدر اوصفه. يضم فريق عربيانا حاليا 14 فارسة بين 15 و24 من العمر، يواظبن على حصص في سباقات القدرة وقفز الحواجز بهدف الحصول على التدريب المثالي من المرحلة الأولى إلى الثالثة في النظام البريطاني BHS. ما شاء الله عليهم فارسات الحين وشادين حيلهم ومهتمين وايد في الفروسية، وإن شاء الله مستقبل بكون فرسان قدرة. تتدرج أحلام فارسات عربيانا من امتلاك خيل بدلا من استئجارها كالبعض منهن، مرورا بتوطيد علاقات الفريق مجتمعيا بالقطاعين الحكومي والخاص، وانتهاءا بتمثيل وطنهن خير تمثيل إقليميا وعالميا، ولأجل ذلك يطمحن إلى أن يجتمعن في نادي فروسية نسائي لم يقص شريطه على أرض الدولة بعد، فالزمان الذي أقعد السياح الأوروبيين على الإبل حري به أن يخرج من وراء الكثبان حفيدات فارسات العرب كليلى بنت المهلهل ونسيبة بنت كعب. وتمضي فارسات عربيانا كخيالات بدويات أفقن من كتاب قصة لينفضن غبار التاريخ عنه، فعلى وقع حوافر أصائل عربيات مثلهن يرين قدحا ويثرن نقعا، يبدو وكأن أولئك وتلك لسنا إلا الخيل على صهوات الخيل. لأخبار الإمارات، محمد العزب من منطقة سيح السلم بدبي. نشرة